وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عمر الشربيني، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة ساي شيلد. أهلا بحضرتك مهندس عمر الشربيني. يعني اهتمام كبير واضح تليه الدولة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، برأيك إلى أي مدى بيعكس افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، يعكس هذا الاهتمام المصري الكبير؟ اهلا وسهلا بحضراتكم. الاول طبعا مؤتمر كايرو اي سي تي في نسخته 27 هو منصه هامه جدا محليه واقليميه وعالميه، بتتيح لنا ان احنا نتعاون مع كل قطاعات المجتمع باهتمام كبير جدا من الحكومه بدوله رئيس الوزراء والساده الوزراء والرئاسه تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه الاهتمام ده بيعكس ان احنا فعلا ماشيين في خطه التحول الرقمي وخطه رقمنه الخدمات والشمول المالي وكل جوانب تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يواكب فعلا الخدمات اللي النهارده بتقدم سواء للمواطن سواء على مستوى الشركات. ان كل التحول حاليا بقى تحول رقمي، كل الخدمات المقدمه خدمات رقميه، مما يستوجب ان احنا نبقى عارفين ازاي نعمل الأنظمة اللي بتتيح هذا وتبقى مؤمنة في نفس الوقت. طب ده يعني بيخليني أسأل حضرتك عن الكوادر الشبابية اللي هي اللبنة الرئيسية في هذا المجال، يعني بما أنه الرئيس السيسي بيدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، كيف يمكن الاستفادة من هذا الدعم لتوفير كوادر شبابية قادرة على المنافسة عالميا وجاذبة للاستثمار في مصر؟ الحقيقه يمكن اللي حضرتك اثرتيه بالظبط هو احد اهتماماتنا كشركه ساي شيلد، شركه مصريه 100%، وهي ازاي نوطن التكنولوجيا في مصر، ازاي نقدر ان احنا ندعم الكوادر ونبنيها ان هي تقدر تساعد في المجال ده. الحقيقه مبادرات كتير من مختلف الوزارات على راسها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزاره التعليم، ان ازاي يبقى في دورات تدريبيه وحاجه زي معهد اي تي اي للتكنولوجيا ان هو يعمل دورات تدريبيه للطلبه ما بعد التخرج، وانشاء حتى جامعات او تحديد تخصصات الاي تي بمجالاته سواء امن معلومات سواء ذكاء اصطناعي في الجامعات المصريه، وان هي تقدر تقدم المواد دي للطلبه بحيث ان هم يعرفوا يخشوا المجال ويكونوا العنصر البشري اللي بنعتمد عليه بعد كده في هذا المجال. نعم، اشكرك جزيل الشكر المهندس عمر الشربيني، رئيس قطاع تطوير الاعمال بشركه ساي شيلد.